بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن تو قاعدين في المعمل الافتراضي، نبي نشوف شنو، نبي نشوف كيف نبحث عن أمثلة تساعدنا. يعني مثلا في مثال مثلا بتاع الطاقة الشمسية اللي شفنا، مثلا الورقة اللي مطلوبة منكم، الكتابة قلنا عليها كيف تدور، عرفت ولا لا؟ كيف تدور في الجوجل، لكن احنا نبي ندور الكود. الكود وين ندوره؟ ندوره في المعمل الافتراضي نفسه. اول شيء نضغط على سيركت، وبعدها نجي ندي السيرش. انا لما نجي للسيرش نخلي السيركت، طبعا ممكن ندير يا صن تراكينج، ولا ندير فوتو. فوتو ندير صن تراكينج، صن تراكينج، فنديرو صن تراكينج يبان علينا. طبعا لا، بس ما غلطت في تراكينج، يطلع لك مجموعة أمثلة في الصن تراكينج هذه. طبعا هذا واحد، فتبي بس لكن نبوه بيش بلغة بلوك، فهيك تمشي وتدور يعني بلوك، فيطلع لك أمثلة. شوف المثال اللي يعجبك منهم هني، شوف المثال اللي ماشي معاك هو اللي يدور صن بلاكن. يعني طبعا انت مثلا هذه التجربة هذه فيها خلية ضوئية، وتقرأ من الخلية الضوئية. يعني هذه مثلا تقرأ من الخلية الضوئية وتولع في لمبة، ولا المثال بتاعنا الأول ممكن بالنسبة. فتدور تدور لين تلقى مثلا 4 خلايا ضوئية، تقدر تدور تمشي وتدور، تاخذ السيركت وتحل عليها، تحل عليها. افترضنا ان مثلا جينا خذينا هذه، طبعا بتاع ترافيك لايت مثلا، افترضنا تجربة ترافيك لايت هذه اللي موجودة عندنا، نجي ندخل عليها، ندير كابي تينكر ندخل عليها، هذه بتاع ترافيك لايت كنترول، هذه الخاصة بالسمافرو، عرفت ولا لا؟ ندخل على التجربة ونشوف الكود نتاعها ونحلها. فأنا قاعد يحل فيها، عرفت ولا؟ حتطلع عندي التجربة ونشوف التجربة ويبين عليها حتى الكود بتاعها، عرفت ولا؟ وطبعا نفس العملية نقدر نبحث في الني، نكتب كلام على الني، وممكن نزيدوا فيها مفتاح بتاع كنترول بتاع مشاه ولا حاجة، نخلوها مثلا انتراكتيف شوية هيك، نزيدوا عليها. طبعا لما نجي تشوف الكود هو قاعد موجود، الكود بتاع كود هنا بالسي، لكن احنا ندور هذه ما تنفعناش، نبي نشوف واحدة بيش الكود نتاعها. بس هذا اكتب، لان طبعا احنا لان دورنا الصن تراكي ما دورناش، لكن ممكن ندير ترافيك لايت وتدور عليها. ممكن طبعا ندور ترافيك لايت، مثلا ترافيك، طبعا ترافيك لايت هذه سوري، ترافيك لايت ال اي جي اتش تي، ترافيك لايت وبعدها بلوك، نبوها بلغة بلوك مع سي كي. فنقوله طبعا في السيركت، طبعا نقول له دور لي يطلع لك المشاريع اللي موجودة للترافيك لايت بس بلغة التراك، تخش عليهم وتشوف هذا واحد، وهكذا عرفت، تجي اللي يعجبك منه تشوف هذا بتاع شارع واحد وهكذا، وتقعد تمشي مور لعند تلقى المشروع اللي تبيه، تاخذ الكود وتشرحه، تحله وتشرحه. بعد ما ايش؟ بعد ما تشوف ايش؟ بعد ما تعطي الشرح الكامل بتاع المشروع نفسه، عرفت ولا؟